اكثر من وجهه نظر. هل ممكن تفصيلها؟ تفضل. شوف يا استاذ، تعني دلوقتي القي نظره سريعه على المنطقه باختصار شديد. في عندك حاجه اسمها تنظيم القاعده في بلاد المغرب الاسلامي، حركه التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، الحركه الاسلاميه الليبيه، حركه شباب المجاهدين في الصومال، تنظيم القاعده في جزيره العرب، جبهه النصره في سوريا، الدوله الاسلاميه في العراق وبلاد الشام، كل دي تنظيمات تبع القاعده اللي ايه اعلامها بتترفع عندك دلوقتي في مصر، جوه مصر. هؤلاء اذا اضفت اليهم بقى لحسن حظ جرائد مصريه امبارح نشرت ما سمي رساله استغاثه موجهه من واحد اسمه العاصي ابن ابي بكر، قيل انه ده زعيم تنظيم القاعده في مصر، رساله موجهه الى مين؟ واحد اسمه ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم القاعده في العراق، بيقول له ايه؟ الحقونا ساعدونا في مصر. او انت شفت المشهد ده في فلسطين في الخبر في حماس؟ لا شوف يا استاذه مارجريت، الخبر بقى خطورته ايه؟ انه مش جاي اشاعه ولا تكهنات، مصدره مين؟ وزارة الدفاع العراقية، والراجل اللي صرح بهذا الكلام المتحدث الرسمي باسم جهاز الاستخبارات العراقي، وعلق بسطر واحد قال هذا يدل على تورط جماعة الإخوان المسلمين في مصر في العمليات الإرهابية الدائرة الآن. يعني هو مفيش خلاف على اللي حضرتك بتقوله يا أستاذ نبيل، إنه الحرب على الإرهاب لازم تستمر، لأنه بس هل ممكن أيضا إحنا لازم نتكلم برضو على مبادرة الببلاوي ورئيس الوزراء، إلى أي مدى شايفة إنها ليها أرضية في الوقت الحالي أستاذة مارجريت، وينفع يعني تتطبق، ما تبقاش مبادرة مثالية لكن ما نقدرش نطبقها على أرض الواقع؟ هي مبادرة مثالية جدا وكلها أعتقد كلمات جميلة ورنانة، بس خلينا نقول الشارع المصري فين من ده؟ الشارع المصري سمع مبادرات كتيرة جدا وسمع كلمات رنانة كتير جدا، وسمع عن التصالح، وسمع عن الوفاق، وسمع عن إعادة الأمن، وسمع عن تحسين حال المواطن، وسمع حاجات كتيرة جدا. طب فين الحاجة اللي تمس حياة المواطن؟ في يعني أنا عايز أقولك، أنا واثقة إن الحكومة دي لا تستطيع إنها تعمل كل الملفات، لكن على الأقل عشان توصل بصورة ثقة بينها وبين المواطن البسيط ما يحسش إن حكومة شرف هي نفس حكومة أنديل، هي نفس، مع احترامي الكبير للدكتور حازم الببلاوي، لازم أقول للناس دي أنا موجودة معاكم على الأرض، وأنا موجودة عشان أحقق حتى ملفين اتنين، وليكن الأمن والاقتصاد. المواطن المصري البسيط اللي بقاله أكتر من سنتين ونص أو 3 سنين في الشارع في ثورات عشان يسترد حقوقه ويسترد ثرواته، حتى الآن مش لاقي ياكل. طب يعني قانون الحد الأدنى والحد الأقصى اللي احنا بنتكلم عليه، الحد الأدنى على الأقل، طب هو فين؟ يعني شايفة انه أداء الحكومة ليس بمثل مثالية المبادرة، مثالية الكلام اللي احنا كلنا بنتكلم، الأداء يبقى الأداء أسرع من ذلك واكثر بالزبط. تاثيرا في الشارع بالظبط. تاني حاجه، وده لا يتنافى مع الحرب مع الارهاب، او لا يعني ده يتنافى نهائي الارهاب ده، اصل الارهاب ده واقتلاع الارهاب، يعني انا بتفق مع استاذي استاذ نبيل في كل ما قال يعني كلام، بس انت عايزاني اتكلم عن المبادره، يعني لو انا عايز اكمل عليه اكمل. لا انا بتكلم، لا انا عايزه بس اكد فكره انه ده لا يمنع ده، يعني ده لا يمنع ده نهائي، بل بالعكس مش مفيش ولا بند من دول الا اذا اقتلعت الارهاب بالظبط. الا اذا اجيب استثمارات ازاي في مصر وانا عندي ارهاب؟ سياحه ازاي وانا عندي ارهاب؟ يبقى المواطن المستقر وينزل يشتغل ازاي وهو ما هواش ضامن رجوعه الى بيته؟ بالزبط. انا ممكن ابقى موجوده في عربيه وتتفجر، ابقى رايحه مصلحه حكوميه وتتحرق. ما هو زي ما حضرتك قلتي، يعني ممكن نقاط تؤجل شويه بعد فعلا ما تكتمل الحرب على الارهاب، لكن في نقاط سريعه تغير من حياه المواطن طبعًا المصري طبعًا ينفع تتاخد قرارات فيها. ولذلك يجب علينا النهارده ان الحكومه دي تعمل لصالح المواطن النهارده، تحسسه، يعني ما تخليش، مش عايزين يا جماعه المواطن البسيط اللي نزل في 25 يناير واللي نزل اضعافه في 30/6 علشان خاطر يسترد قوته يفقد ثقته كمان بالحكومات. يعني الجريمه اللي يجب على مبارك انه يحاسب عليها هو تجريف الحياه السياسيه،
وفقدان الثقة بين المواطن وبين كل النخب السياسية. وبالتالي احنا النهاردة بندعم ده. احنا بندعم ده لان احنا عمالين نتكلم كلمات رنانة وجمل رائعة جدا وما احناش بننفذ حاجة. طيب المشهد السياسي قد ما هو مرتبك في الوقت الحالي، لكن أيضا من أهم الموضوعات اللي لازم يبقى فيها وقفة، لأنه في تباين في وجهات النظر وفي تخوين من أطراف كتير لبعضها وفي أقنعة كتير سقطت وفي تباين في إزاي ممكن تتعاطى الأحزاب مع بعض أو تتعاطى مع الحكومة أو تتعاطى مع رموزها. فكرة الحوار والمصالحة ما بين الأطراف السياسية المختلفة، هل تراها ذات جدوى في هذا التوقيت ولا محتاجة وقت أكتر؟ ده سؤال مهم. شوفي، عايز أقول لك حاجة، لا في ارتباك ولا بلبلة عند الشعب. الارتباك والبلبلة عند الحكومة وعند بعض المثقفين والنخب. الأمور كانت من 30 يونيو بالنسبة للرأي العام المصري وبالنسبة لجماهير المصريين شديدة الوضوح. صحيح. نحن مع إسقاط حكم جماعة الإخوان، ليس محمد مرسي كفرد فقط،